الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التفكير والتغيير، ومرحبا بضيف البرنامج الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. حلقتنا اليوم تدور حول معنى القضاء والقدر. جميعنا نقرن كلمة القضاء بكلمة القدر ونراهما شيئا واحدا، يعني سنة الله التي تجري علينا، يعني ما قدره الله علينا. وبالطبع كما تقول الآية الكريمة: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دكتور، هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ هل هما دالان على مدلول واحد إطلاقا؟ أولا، ببداية الدولة الأموية عندما طرحت مشكلة الحرية تم وضع تعريف للقضاء والقدر. هو ما يلي: القضاء هو علم الله الأزلي، والقدر هو نفاذ هذا العلم. ربطوا بينهما. ثم أن وبالتالي قضاء الله منذ الأزل أن بني أمية تحكم في الحكم، والقدر هو نفاذ هذا الحكم. معناته هو وجود بني أمية هو قضاء الله وقدره، ومنع التحدث في القضاء وقطعت رؤوس على ذلك، انه هل اين الحرية الانسانية اذا كان قضى الله منذ الازل ان يكون هذا وهذا وهذا، فاين حرية الاختيار؟ وهنا جاء المعتزل ان الانسان يخلق افعاله، فهذا سنبحث فيها خاص من عتب الافعال. نحن لا يعنينا الجانب السياسي او التطبيقي او الاجرائي في الموضوع. من اين اتى هذا التعريف؟ من اين اتى ان القضاء والقدر امر واحد؟ القضاء هو علم الله الازلي، والقدر هو نفاذ هذا العلم. يعني القضاء هو علم الله الازلي، انه انا وياك بدي اقعد هلا، والقدر هو نفاذ هذا العلم. وهذا اختلط مع مفهوم شيء اسمه علم الله، اختلط فيه تماما عند الناس الى الان. القضاء في تنزيل الحكيم له عدة معاني. المعنى الاول هو الاخبار: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. 2، وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. القضاء هو نفاذ الأجل، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، هو انقضاء فترة معينة، انقضاء هذا فقط. القضاء هو اتخاذ قرار: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا اتخاذ قرار. ثم القضاء بين الخصوم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مما قضيت. من كل هذه المعاني في شيء أساسي، إنه القضاء في إخبار أو عدم إخبار، نفي وإثبات. أثبت أن الخبر ونفى عكسه أو نفى ضده. قضى أمرا، قضى انه قرر اهلاك قوم، هذا اثبات. نفى انه ان يبقيهم على قيد الحياة، فهذا نفي واثبات بين شيئين. القاضي ينفي ويثبت، ينفي التهمة عن فلان ويثبتها لفلان. ولكن حتى ينفي ويثبت او يخبر او ينفي ويثبت، يجب ان يسبق القضاء معرفة على ماذا انت تقضي اصلا. انت اريد ان اقضي بين اثنين، يعني يجب أن تكون هناك قضية يقضى بها وأدلة على هذه القضية وبراهين. بس هذه القضية وهمية أم حقيقية؟ يجب أن تكون حقيقية. وبالتالي الحقيقة الوجود. الوجود وقوانين هذا الوجود هي القدر. فالله قدر الجاذبية الضوئية، والله قدر المرض، وقدر الصحة، وقدر المرض، وهذا كله الوجود الموضوعي للأشياء قدر من الله، هو قدر من الله. ولذا يقول: الموت قدر، مو قضاء وقدر. الموت قدر، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت. فالله قدر المرض وقدر الصحة، وقدر هو الوجود بغض النظر وعيته أم لم تعي.
ولكن حتى أنت تقضي في هذا الوجود، حتى تقضي فيه يجب أن تعرف. تقضي بمعنى تختار، تختار أن القضاء هو نفي وإثبات، يعني هي قرار واعي. القضاء هي إرادة واعية بين نفي وإثبات في موجود. كأنها مهمة القاضي تقرب من هذا المفهوم يعني. تماما، حتى وقت يقرر أمر أنا أنه أذهب أو لا أذهب، أعطي أو لا أعطي، يجب أن هذا القرار مربوط بمعرفة أنه لماذا سأذهب أو لماذا لا أذهب، لماذا سأنفي أو لماذا سأثبت. يعني له مسوغات وله مبررات، هي المعرفة، هي المعرفة بالضبط. يعني الذي لا يعرف لا يقضي، الذي لا يعرف لا يقضي. وبالتالي لاحظ، رب العالمين أخرج الموت. ماذا تقصد بكلمة أخرج؟ أوجد الموت قدر، بحسب آية تقول نعم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. رب العالمين أخرج الموت، الموت قدر، نحن قدرنا بين يكون موت، ولكن القتل قضاء، القتل غير الموت. ايوه الموت قدر. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل، او قتل افان مات او قتل قربتم على اعقابكم، ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، خلينا نشرح كتاب المؤجل. رب العالمين استعمل نسب القتل لنفسه مره واحده في المصحف. وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني هنا رب العالمين قال لك أنا ما بس أخرجت الموت، وأنا قتلت مرة واحدة قتل في معركة بدر، قال لك أنا تدخلت في معركة بدر، الموت موجود بس أنا أصرت الأعمار وقتلتهم، ولم يستعمل القتل من قبل الله إلا مرة واحدة. القدر مشيئة إلهية لا شك يعني، تماما. أما القتل قضى رب العالمين أن يقتله، قتل الإنسان لإنسان، قضى أن يقتلهم، نسوا لنفسه. وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله، لكن بكل الآيات إلا رب العالمين يخرج الحي من الميت أو مخرج الميت من الحي، أنه هو أوجد الموت. نحن قدرنا بينكم الموت، أما الله سبحانه وتعالى هو أوجد الموت وحرم القتل، لأن القتل قضاء والموت قدر. يعني إذا كان قدر الموت لكنه حرم القتل، القتل سبحانه وتعالى ما حرم الموت، هو دم قدر الموت ولكنه حرم القتل. طيب هون في إشكالية في يعني إذا كان واحد مات بيقولوا مات بقضاء الله وقدره، أنا بقول لهم مين قتله؟ طيب إذا قتله إنسان، مات قدرا وفلان قتله في قضاء فلان، فلان قضى ب القاتل قضى والله عز وجل قدر الموت، الموت قدر الموت، الله قدر الموت، وهذا القاتل أسرع من المقتول. طيب هذا يحدث إشكال بموضوع المشيئة الإلهية، يعني هل الإنسان يقصر عمر إنسان؟ نعم، حتى تشوف إنه الإذن والمشيئة دائما، حتى المشيئة الإلهية تحتمل الوجهين، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هل ما استقام معوش المشيئة الاستقامة والإعوجاج من رب العالمين، انتبه. يعني من يشاء ويضل من يشاء، يعني أكثر من آية تتكلم بس الإذن له وجه واحد، الموت ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الإذن له وجه واحد، هو الوجود، هو النفاذ. والإذن عندك يقابل المشيئة أو متقابلة؟ لا، إذا المشيئة تحتمل الوجهين، أما الإذن يحتمل وجه واحد. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني الله أذن وأوجد قوانين وأوجد كتاب الموت. نعم. ما كان للرسل أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني الآيات اللي عم تحصل بين الرسل كلها ضمن قوانين صارمة نافذة. فهون غلط نقول انه مات فلان قضاء وقدر، يجب ان نختار اما القضاء واما القدر. اما الصح نقول اذا مات من انسان موت ربه، يعني موت طبيعيه، نقول مات بقدر الله. طيب كانك تصور ان القضاء ليس فعلا حتميا او سنه هو اراده واعيه بين اثنين، بين النفي واثبات. نعم،
آية كريمة تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إيه قضى ربك وبالوالدين إحسان. أمر، بس الأمر يعصى، لأنه لأنه إذا كان قضاء الله أزلي ونافس في وقالوا بالوالدين إحسانا، معناتها هل بيضرب أبوه يعني يعني ما بقى في عقوق إطلاقا يعني، ولا سبب هي بين أمرين إثبات ونهي. الله سبحانه وتعالى قضى، قلت لك أمر قضى بأن نبر والدينا، قضى بالتوحيد ونهى. وهذا اللي شرحت لك الآية، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا رسولا، إنه عميك على آيات الرسالة. آيات الرسالة أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بآيات النبوة فما لهؤلاء القوم لا يخلدون يفقهون حديثة. نعم، هي الوجود والحركة في موجود. في علاقة بين القضاء والقدر من جهة، وبين النبوة والرسالة من جهة. نعم، الرسالة فيها القضاء والنبوة فيها القدر. النبوة عبارة عن قوانين. كيف نريد شرح حوافي للموضوع؟ رب العالمين بالرسالة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأن أقيموا الصلاة واتقوا، ولتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كل أوامر النواهي. أوامر النواهي هي قدر، هي قضاء، أنه افعل ولا تفعل، وهي فيها الرسالة. أما القدر، نحن قدرنا بينكم الموت، الموت قدر، خلق الموت والحياة ليبلوكم، الشمس تجري لمستقر لها قدر، الوجود كله هو بقدر، وبالتالي هو الآيات القرآنية الكريمة وهو الحق. آيات القدر في القرآن، وآيات القضاء في الأحكام في أم الكتاب، آيات القدر في النبوة، وآيات القضاء في الرسالة. هون واضح. نجي الأعمال بقى، انتبه. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هناك كتاب اسمه كتاب الموت، هذا الكتاب هو مجموعة الشروط التي تؤدي إلى الموت إذا اجتمعت مع بعضها. وقال كتابا مؤجلا، ولكن إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، مضبوط، لكن لكل أجل كتاب. يعني يجب حتى حين الأجل، نعم، يجب أن يتحقق كتاب الموت. كما أن نقول في المهر مؤجل الصداق، هذا مؤجل حتى الوفاة أو الطلاق، ولكن الوفاة قد تحصل بعد يوم أو ما يحصل طلاق إطلاقا، وقد يحصل الطلاق بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو لا يحصل، هذا مؤجل لحدث معين. طيب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يعني قانون موضوعي، يعني ما اجت بقدر الله، لا بإذن الله. قلت لك الإذن الله يعني حتمية، هذيك مشيئة. طيب شو المقصود بمؤجلا، كتابا مؤجلا؟ يعني هذا مؤجل حتى يتحقق الشروط، مؤجل يبقى مؤجل حتى يتحقق الشروط. ماذا يدرس الطب الآن؟ تقصد القضاء أم القدر يعني؟ يدرس الطب القدر، يطلب قوانين الموت والحياة، هو الذي يدرس. أما الحقوق والأدلة الجنائية والهذا تدرس إذا صار جريمة قتل، صار قضاء أنه مين قتل مين وماذا حصل، وهل قتل قصد ولا غير قصد، ذلك سميت دوائر القضاء، دوائر القضاء. أما كل علوم الطبيعة بما فيها علوم الطب، علوم الطب هي علوم القدر. الطب يدرس القدر، ويدرس أسباب الموت، ويدرس ما هي الأحداث وهي الظواهر التي إذا حصلت في الإنسان تؤدي إلى الموت. هذا الطب مليارات الدولارات عم يصرفوا عليه. هل العقل الإنساني قادر على إدراك قوانين القدر أن يصل إليها؟ الآن العقل الإنساني قادر أن يؤجل الموت، لا يلغي، يؤجل. العقل الإنساني قادر على تأجيل الموت، يؤجل ضمن القضاء، بقي ضمن القضاء، ضمن القدر. الله ما كان يكون إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ساحته القدر، ولكن النفي والإثبات وإعطاء الدواء وإجراء العمليات الجراحية، إيش هو هذا؟ أليس قضاء؟ أنا طبعا بدرس جهاز الدوران، تعرف على جهاز الدوران فصار يقضي فيه، فنات العلاقة بين القضاء والقدر هي المعرفة. نعم. وحرية، نعم، الإنسان هي القضاء والقدر معا. كيف؟ هلأ أنا وقت بتعلم جهاز الدوران،
وعرفت شو فيه وشو مشكلته بقدر اخذ قرار انه اساوي عملية او ما اساوي. طبيب ياخذ قرار انه هذا بده عملية هذا ما بده، هي فيه اثبات، بس شو علاقته بين النفي والاثبات انه صار عارف شو هذا الدورات شو هو؟ لا يمكن ان يكون هناك علاقة بين القضاء والقدر الا بالمعرفة. الذي لا يعرف شيئا لا يقضي شيئا. جميل جدا. والإنسان يطلب الأشياء حسب معرفته لها، فالذي لا يعرف شيئا لا يطلب شيئا. الحرية هي القضاء والقدر معا، فكلما زادت معرفة الإنسان بالمقدرات كلما زاد قضاؤه فيها وبالتالي زادت حريته. نعم. شكرا لك دكتور. نتوقف مع فاصل قصير ثم نواصل حوارنا مع الدكتور محمد شحرور حول القضاء والقدر. أيها المشاهدون الأعزاء، عودة إلى القضاء والقدر وإلى حوارنا مع الدكتور محمد شحرور. دكتور، قلت قبل الفاصل أن المعرفة الإنسانية تتيح للإنسان أن يعرف أو أن يتدخل. كيف تدقق لفظتي في القضاء والقدر؟ القضاء هو إرادة واعية، إرادة واعية بين نفي وإثبات في موجود، والموجود هو القدر. وفي الطب قرار اعطاء الدواء او عدم اعطائه، قرار اختيار الدواء او عدم اختياره مبني على معرفة الطبيب بجهاز الانسان، ان كان جهاز الدوران يقرر يساوي عملية بالقلب او ما يقرر. هذا نفي واثبات قضاء. بينما حتى يعرف ان يقضي يجب ان يعلم ما هو جهاز دوران وهي وظائف القلب وما هي الشرايين. المعرفة شرط للقضاء. ولا هلا بنقول اذا قضاء بلا معرفه شو معناتها؟ اذا القضاء، علاقه القضاء بالقدر هي علاقه المعرفه، الرابط بينهما المعرفه، هو المعرفه. يعني القضاء والقدر الرابط بينهما المعرفه، القضاء زائد القدر والقدر زائد هي المعرفه بالمقدرات يساوي حريه الانسان. يعني بكل بساطه نستطيع ان نقول القضاء هو اتخاذ القرار، القدره على اتخاذ قرار، والقدر هو اتخاذ قرار في ماذا؟ في ماذا؟ في شيء مقدر. في شيء موجود. في شيء مقدر. في شيء موجود مقدر. طيب، أول ما يتبادر للذهن أن هذا المقدر لا محيد عنه ولا يستطيع إنسان أن يتدخل به لأنه قدر من الله. سأعطيك مثال. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. لن يصيبنا إلا ما كتب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مزبوط. خذ الأمراض. شوف حتى بالجمع. يعني بالمجموع قل لن يصيبنا بنا جماعة وكتب لنا أهل الأرض بالأمراض، في كذا مئة مرض عصبي، كذا مئة جهاز دوران، في 5000 مرض موجودين. إذا واحد دي مرض من برات هدول، المرض اللي بده يصيبه حتما سيكون موجود على الكرة الأرضية. ولا سبب، قال لهم ما كتب الله لنا، الله ما كتب لنا جميعا. يعني هذا مو ما كتب لك. شوف، في حديث، في إضافة كتير خطيرة، يعني هي إضافة إجت بعدين، قال لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. إلا قد كتبه الله، مزبوط. بس كلمة عليك لا، وينفعك بشيء كتبه الله لك، لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إيه، قد كتبه الله، صح. بس هي كلمة لك أو عليك، وتخصصه بواحد، يعني تضع خط تحت لك وعليك، عليك هي، وتضع خط لأنه صارت مناقضة تماما. يعني هو منذ الأزال مقدر أنه أنت بدك تساوي هيك وأنت بدك تساوي، يعني ألغت الخيار الإنساني، ألغت الخيار الإنساني كله، وصارت العملية تمثيلية. طيب، ألا يحتمل أن تكون إضافة. الرواية أو الحديث الشريف يعني نقل بالمعنى؟ قلت لك إضافة، مزبوط. قلت لك هي نقل بالمعنى. إذا أنت لك أو عليك 100% صح، متطابق. وكلمة كتبه أي خلق شروطه ومحدداته، يعني موجود، يعني بده ينفعوك بالناس جديد. مفهوم يعني جديد، يعني ينفعوك بالناس بشيء موجود أو بيضروك بشيء موجود. مظبوط، صح.
مئة بالمئة صحيح. لا ينفعك إلا بشيء موجود مقدر من قبل الله، ولا يضرك إلا بشيء مقدر من قبل الله. يعني بده يمرضك، بده يقتل، بده كذا، هذا الشيء كله مقدر. ولهسبب اجت الرسالة والقانون الأخلاقي. شو علاقة القانون الأخلاقي بما نقول؟ إنه أنت وقت تتعلم المقدرات بتزيد حريتك، وبالتالي لازم يكون عندك قيم، انه مثلا تستعمل الطب او ما تسمم او تكون وجداني في معالجتك او كذا. يعني الاطباء، انا اقول الاطباء خاصه في بلادنا لازم ياخذوا مسؤولياتهم، لانه واحد بيكفي لك خلاص عمره، لا ممكن يكون قصر له طبيب، ممكن يكون خطا طبي، ممكن يكون اهمال. يعني الناس يجب ان تحاسب الاطباء وتراقبهم، يجب ان تعون تحت حساب هذا ما تسبب الامور. وقت بيصوروا انه يعني تصور انت في بلاد كتير طبيب ما مارس طب اللي يكون عنده تأمين، بخاف من الدعاوى، بس الا عنا ما في اي تأمين ولا شيء. طبيب مو خايف دكتور أصلاً. انا كأنك تعيد توصيف الاخذ بالاسباب، والكل يؤمن بالاخذ بالاسباب، يعني مأمور بها المسلم. يعني الوعي، وعي المسلم يعرف انه الوعي الجمعي، لا الوعي الجمعي خلاص عمره. فقط في الحوادث المجهولة، في الحوادث المجهولة ننسبها دائما الى حتى احيانا بالقتل. شو بيقول لك بالقتل؟ انا بعرف ما بيقول لك، لو صبر القاتل على المقتول ثانية كان مات لحاله. لانه اذا كان الله كاتب الاعمار سلف، ليش انت عم تلوم امريكا انه بخلال ثواني روحت 200 الف واحد باليابان؟ ليش؟ ما خالص عمره، مو عمره خالص. في اشكالية يعيشها العقل دائما، العقل اي انسان. اثر الاعمار لسبق رب العالمين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتلا. في متغيرين، القاتل أثر عمر المقتول، في طريقتين لإنهاء الحياة. نعم، القاتل أثر عمر المقتول، لسوا تعمل لك عديم القاتل، هذا القصاص، أنه أنت أثرت عمر المقتول، طيب نحن أثر لك عمرك. يعني واضح شو القصاص، ولكم في القصاص حياة. يعني انه هو ما قتلوا اثر عمره، طيب رح نقتلهم من اثر عمره. طيب. اما تقول لي انه والله منذ الازل مكتوب انه يعيش 25 سنه وست اشهر وثلاث ايام واربع ساعات ونص، هذا غير صحيح. هذا كله مكتوب انه يعيش 25 سنه وست عشرين وسبع عشرين ونص، مكتوب كله هذا مكتوب اصلا. فالخيار هون بيجي الشروط الموضوعية والخيارات والحالات الاجتماعية هي بتحدد هذه الخيارات كلها. لأنه إذا كان كل شيء مكتوب سلف، بتعرف شو معناتها؟ عم نتهم رب العالمين بالظلم. لا حاشا لله، يعني لا مو بالظلم، عم نتهم انه بيحاسبنا على شيء نحن مجبرون. لا عم نتهمه بنقصان المعرفة، لأنه أنا هالشيء لازم ساوي حتى ما يطلع جاهل. لأنه شو بيقول لك العلم؟ شو بيقول لك العلم؟ يعني هيك بيقولوا انه العلم صفه اخبار مو صفه تاثير. نعم هذا لناقص المعرفه، اما لكامل المعرفه غلطه واحده بتعيبه، غلطه واحده. رب العالمين بلا شك مطلق المعرفه وليس كمثله شيء، احاط بكل شيء علما، بكل شيء. بالضبط بالضبط، هن حطوا علم الاحتمال الواحد بس. وين حطوا ناقص المعرفه؟ وإذا كان علم الاحتمال الواحد إنه عند الاحتمال الواحد إنه أنا بدي أجي لهون وبس، ما هذا لازم أجي، لأنه إذا ما أجي بيطلع ما بيعرف. انتبه وضحت؟ يعني أنا عم لا ما وضحت دكتور، بدها شرح. شو تقصد بالاحتمال الواحد أو مجموعة احتمالات؟ أو يعني إذا كان هني بيقول لك إنه هاد إنه أنا بدي أجي لهون، ومنذ الأزل رب العالمين عرف إنه أنا بدي أجي لهون كتبه. الله يعلم، يعلم. انتبه وكتبه. شو معناتها؟ معناتها انا اذا ما اجي شو بيطلع هو؟ بيقول لك انت مخير، لكنك ستاتي بالضروره. لك ساتي وين الخيار صفي؟ لانه صار قدومي بالضروره، صار مشان كمال المعرفه. بينما اذا كان عنده بعلمه الاحتمالات كلها متكافئه، اي احتمال سويته معلش. وضحيت؟ كثير مهمه يعني. نعم، يعني هل تريد أن تقول أن رب العالمين عز وجل سبحانه، يعني للتقريب، يعني أن من صفاته مطلق الاحتمالات في كل الاحتمالات في المعرفة ومتكافئة في معرفة، لذلك لا يعلم احتمال أكثر من احتمال. يعني إذا كان احتمال جيتي بيعرفه أكثر من احتمال الثاني، صار في وترك لك الخيار في أن تختار احتمال متساوية.
انا اعطيك المثال وين حاطينه، يعني اعطيك مثالين تمام واضحين. المثال الاول قطار، وانا راكب القطار وبدي اسافر من A إلى B، من بلد الى بلد، بس القطار حتى يمشي بده سكه، والسكه متمنى قبل حتى يمشي القطار. شو بدها السكه؟ سكه بدها متمنى قبل ما يمشي القطار. طبعا السكه بتكون موجوده، موجوده، فمعناتها انا ما لي خيار ثاني انه الا على القطار، لانه سلف تحدد. نعم، تحدد الاتجاه كله سلف تحدد. نعم. يعني بيعرف هذا انه من A إلى B رح اجي، بينما الاحتمال الثاني حصان في سهل واجع جدا، ما في اي محددات نهائيا، وفي هليكوبتر عم تصوره. هلا الهليكوبتر اذا كان في هليكوبتر عم تصور القطار، بتعرف سلفا انه بعد هذا انه هذا هون لهون. لاحظ هليكوبتر عم يصور، اي نقطه اخذ الحصان بيتفاجئ هذه بالهليكوبتر؟ لا، هو شايف الحقل الواسع اللي عم يتحرك فيه عشوائيا تماما، وهو والحصان بنفس الوقت حر وين ما بده بيروح، وبنفس الوقت ما بيتفاجئ. لله المثل الاعلى. نعم، لله المثل الاعلى. نعم، واضح شيء. نعم، لله المثل الاعلى. وعم تسجل عليه، عرفت ليش؟ يعني الخيار انا نقيته. نستطيع ان نقول ان علم الله لا يعني بالضروره قضاء قدر الله، لا يعني بالضروره علم الله. انتبه كمان لك شغله، يعني قال تعالى غلبت الروم في أن الأرض ومن بعد غلبين سيغلبون في الأرض ولله الأمر من قبل ومن بعد. إيه بالنسبة لله ما في زمن، ما في زمن. طيب لمين عم فهمها؟ عم فهمنيها لي، ولله الأمر من قبله ومن بعده. يرى عز وجل أحداث التاريخ الماضي ولا كلها يراها بس إلي، هي عم يقلي من قبل ومن بعد بعلمه المطلق تبارك وتعالى، عم يقلي إلي. طيب بالنسبة لنا نحن في من قبل وفي من بعد، شو في بيناتهم الآن اللحظة؟ كما الآن إلي، لاحظت؟ يعني لله كمال المعرفة، في ست مليارات احتمال، هي من قبل، أنا من هالست مليارات في كل لحظة عم باخذ قرار الآن، هي انتخاذ القرار، عم باخذ احتمال الاحتمالات، أنا عم تتسجل علي، عم بنقلها لمن بعد. فعلم الله كامل من قبل ومن بعد مثل بعض، بس عم يقول لك انه في لحظة الان انت عم تنقل بإرادتك، عم تنقل احتمال ما من قبل لاحتمال ما. نعم. مين عم يسجله؟ وعم يتسجل عليك. نعم. فمنات الاصل نحن بالاختيار، وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم. شايف الحرية الانسانية قديش واعي؟ بس الحرية الانسانية بدها ادراك، بس لك الحرية هي الادراك، أو عفوا هي الحركة الواعية بين نفي وإثبات، في موجود الحرية هي الحركة الواعية بين نفي وإثبات، في موجود نفس تعريف القضاء، هي القضاء. لا لا، هي حركة وحتى وكلما زادت الوعي كلما زادت الحرية. طبعا كلما زاد وعي الموجودات طبعا متناسبان طردا طردا، يعني نعم. يعني الحرية الإنسانية صاعدة على القضاء الإنساني متطور وصاعد إلى الأعلى، ومحوره القدر. طيب دعنا ننتقل، والعلاقة بينهما هي علاقة المعرفة، المعرفة تربط بينهم، يعني المعرفة بالمقدرات تعطيك مجال للقضاء، تعطيك مجال للقضاء لكي تقضي بين نفي وإثبات. طيب أرجو أن تجيبني على سؤال، هناك حديث شائع عند الكل يعلمه، أن الجنين أو ابن آدم الوليد إذا بلغ في بطن أمه، طبعا إذا بلغ 40 يوما يأتي ملكان فيكتبان رزقه وأجله، وهل هو شقي أم سعيد وكذا. هو علم مسبق لله عز وجل، علم الغيب، يعني أين مكان القدر فيه؟ لا هذا، لا هذا الحديث ما في إشكال عليه إطلاقا، ما في إشكال. لا لا، ورسلنا لديهم يكتبون، وقت يبدأ النطفة يكتبان، مو يكتبوا تلاف، يعني هو عم يتطور عم يسجلوا عليه،
يعني مثل واحد قاعد بأوضة وحاطين له انت هذا وعم يسجل تراقب على شاشة مثلا او كل ما سوى شغلي بأيدوه، كل ما هذا شغلي بأيدوه عليه مظبوط رسلتك. يعني مو يحددان لك، لا يعني مو انه عم يكتبوا عليه انه هذا يعيش 16 سنة ونص يكتب رزقه واجله ومصيره مظبوط كله عم يحصى عليه وعم يسجل مظبوط. شو وين المشكلة؟ ما في مشكلة بالفهم يعني لا المشكلة بالفهم بس انه هن ظاني انه سلاف حاطه لا بعدين وقت بيموت سخيون ام سعيد وين المشكله؟ يعني بيصير له كشف حساب؟ طيب هذا ليس كتابة للغيب يعني لا 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 ابدا قال لا هذا كتابنا ينطق عليكم انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يعني عم نأيد عليكم انا نحن نكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين ويسو قال لك يكتبان مظبوط يكتبان بيبدو يسجلوا عليه صح يعني انت عم هذا وعم يسجلوا عليك وين انا ما في شك في مشكله فيها وين الغلط ظانين انه بيكتبوا سلف انه هذا صار جنين بطن امه كتبوا انه بده يعيش 46 سنه وثلاث اشهر وربع لا اذا المشكله هي في المتلقي في الفهم وليس في كتبها في متن الحديث هي لا ابدا يعني مثل كل قل يعني يصيبنا الا ما كتب الله لنا مظبوط يصحح مفهوم يعني هو والقدر. في عم يصير مجموعه اعمال عم يسجلوا عليه وين المشكله صح طيب ورسلنا لديهم يكتبون وضحت الحديث ما في اي واضح مثل هذاك الحديث ما كتبه الله عليك لك او عليك بس هي زياده فيها نعم 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 طب يكتبون بنفس الوقت يعني عم يتقوم بالعمل ما هو صح ساطرح عليك سؤالا واسمع اجابته بعد الفاصل السؤال كيف يمكن ان يكون الله عز وجل يقضي والإنسان أيضا يقضي هناك آية تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهناك آية تقول على لسان من آمن وتحدى فرعون فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا نستمع إلى الجواب لكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم في حوارنا مع الدكتور محمد شهرور أعزائي المشاهدين نعود إلى حوارنا حول القضاء والقدر في حلقة من برنامج التفكير والتغيير مع الدكتور محمد شحرور وكنا قد سألناه قبل الفاصل كيف يمكن للإنسان أن يقضي والله أن يقضي مثلا نرى الآية الكريمة التي تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وثم نقرأ في مكان آخر فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هل قضاء الله يشبه قضاء الإنسان ما هي وجوه الشبه بينهما الفرق بين قضاء الله يقضي والإنسان يقضي الفرق بين قضاء الله وقضاء الإنسان القضاء له علاقة بالمعرفة فقضاء فالله كامل المعرفة أما الإنسان فناقص معرفة بظل قضاء الإنسان متطور قضاء الإنسان يتراكم الآن أنا أقضي في الطب أما قضائي في الطب من 100 سنة ما كان هيك كان أقل بكتير فالقضاء الإنسان متراكم مع تراكم المعرفة ومتزايد مع تزايد المعرفة فسبق له أقضي ما أنت قاض نعم الإنسان يقضي يعني قضى بإعدامه قال له يقضي ما أنت قاض إنما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت نعم هو يقضي الله يقضي والإنسان يقضي ولكن الفرق بين قضاء الله وقضاء الإنسان أن الله كامل المعرفة والإنسان ناقص المعرفة قضاء الإنسان متراكم قضاء الله كامل تماما نعم وصل الجواب هناك آية أيضا تثير كثير من الجدل بالفهم ويعني تحرض الذهن على أن يسأل دائما الآية الكريمة تقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله نحن أمام معاني جديدة من سورة الرعد معقبات من بين يديه ومن خلفه ويحفظونه من أمر الله كيف تفهم هذه الآية ما هي المعقبات يحفظون ماذا يحفظونه لا عالمين هذا نص الآية أمامك أبلغ على إيش عم يحكي يعني هون وقت قال يحفظونه من أمر الله
يحفظون من أو يحفظون ماذا؟ يعني هون السؤال اللي بدنا نطرحه على ربما يكون الإنسان أنا يعني أحفظ ما بعدها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. هي بالمناسبة إذا كان هي معناتها عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعلم قد أبلغ رسالات ربي وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. أي أن أمر الله أي أن الذين يبلغون أمر الله أحاط بما لديهم وكان مسيطر عليهم سيطرة كاملة وقال عنه عن جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند عرش مكين مطاع ثم أمين. أي أن هناك قانون موضوعي بالنسبة للإنسان لا يمكن أي شيء يتغير في الإنسان إلا إذا كان هو ما بدي التغيير. فإذا كان أي شيء ثاني ما ممكن يصير إلا إذا كان هو بدأ بنفسه. نعم هي الآية التي تليها. نعم أيضا موضوع كبير. إذا كان الإنسان يقضي والله يقدر أين مناط الدعاء، أين ساحة الدعاء، والله عز وجل سميع قريب مجيب الدعاء، والله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، والله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم. الدعاء هل يغير من شيء من القدر من القضاء؟ إذا كنت أنا طالب في شهادة عليا وقدمت كل الأسباب وهيأت دراستي ودخلت الامتحان وأنا مؤمن، قبل أن أدخل هذا الامتحان أرجو الله وأدعو الله أن يوفقني في أن تأتي النتيجة من جنس العمل، ما هو الدعاء؟ ما ساحته؟ أين مناطه؟ ماذا يعني؟ والله إذا كان هناك قول عن الرسول الأعظم هو رد القضاء بالدعاء، رد القضاء بالدعاء. يعني 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 حتى يقول لك ما في شيء مكتوب على شخص ما سلف. كان بموسى كان تدخل الله بشكل مباشر، بداود وسليمان أعطاهم الإمكانيات ليكونوا خلفاء، الرسول الأعظم أصبح تدخله غير مباشر، يعني الله يتدخل في حياة الناس، لأنه إذا كان مثل ما قالوا الله كاتب كل شيء سلف منذ الأزل قضاءه وعلمه منذ الأزل وكذا وكتب، معناته رب العالمين ما عاد دخل. يعني هذا قول قديم، وعقيدة العامة أنه الله كاتب كل شيء منذ الأزل ومساوي كل شيء منذ الأزل، طيب ليه عم تدخل؟ ليه عم تدعي؟ وبالتالي الإمام البني المبين هو مناط الدعاء، تصرف أحداث الطبيعة الجزئية، ولكن اللوح المحفوظ ليس مناط الدعاء. الله لا يلغي الموت من أجل أحد ولا يلغي الساعة من أجل أحد، والشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد. يعني المناط الدعاء هي أحداث الطبيعة الجزئية، وفي هذه الأحداث الطبيعة الجزئية رب العالمين يتدخل، ولكن من بعد الرسالة المحمدية تدخل غير مباشر، حتى وقت تدخل بالملائكة ما حسوا إلا قالوا. يعني الدعاء ممكن أن يغير من القدر، ممكن يغير من القدر، القدر ما بيتغير، لكن من القضاء، من القضاء. نعم رد القضاء بالدعاء. نعم 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 يعني ممكن. والتدخل غير مباشر، هذا التدخل غير مباشر أعطانا مثال عليه بموسى والعبد الصالح. نعم سندخل في ساحة واسعة جدا. نعم في موسى والعبد الصالح العقل الإنساني لم يستطع أن يفهم يعني العبرة إلى الآن من أن يسبق العبد الصالح فعله عما يظنه أو يراه. يعني كيف يقتل غلاما، كيف يخرق السفينة، كيف يقيم جدارا. أنت تطرقت إلى هذا الموضوع ولكن أخذته من زاوية أخرى. يعني هل العبد الصالح كانت معرفته متعلقة بما يقال في كتبنا، يعني في الكتب الإسلامية، وعلمناه من لدنا لدني يعني. نعم نعم إن القضاء القدر هو الوجود، والقضاء هي حركة في موجود، إرادة واعية بحركة في موجود. شو معنات لدنا؟ أنت قاعد أقول لك ماذا لديك، يعني شو عندك؟ ألا علمناه من لدنا علما، أي أنه في اللحظة الراهنة بالمنطقة اللي كان فيها العبد الصالح أعطيناه كشف أنه لشوف هذا اللي صاير هلا، ما هذا العلم اللدني؟ يعني أطلعه الله على غيب جزئي، على غيب جزئي بالمنطقة اللي هو موجود فيها مما لديه.
يعني هو مثل ما انت لله المثل على انه واحد عنده الكاميرات تبع دمشق كلها او تبع بيروت كلها، رحت لعنده قلت له فرجيني شوفي هلا حداك، قام قال لك هذا في هلا هيك كلها موجوده قدامه، عطاياها بس، يعني ما اعطى للمستقبل شيء ولا للماضي، عطيه انه الان. نعم. شوف قديش العمل دقيق، شاف انه في مساكين عندهم سفينه، هذا اللي عطايا الان، انه ماذا لدي الان، انت بالمنطقه اللي انت موجود فيها شو في قدامي، في مريك عم ياخذ كل سفينه غصبه، انه مثل واحد عم الشرطه عم تحجز السيارات، عم اذا واحد بنشر لك سيارتك بنكسر سوا فيها، انت بيطلع خلقك بتقول له ليش بنكسر سيارتك، هو مشان ما تنحجز. هلا شفت التدخل، هلا شوف بشكل دقيق جدا، موسى يجب ان يحتج لانه موسى يمثل القانون. موسى يمثل القانون ابدا، ام كان يمثل الشريعة؟ لا، الادراك الانساني، لا القانون، انه انت امن انت وانت سقطت السفينه، انت بنشرت السياره، خرقتها لتغرق. تماما، هذا شو يمثل؟ القانون. القانون هذاك يمثل كان الضابط الشرعي، هو الضوابط الشرعيه. خلينا نقول نحن الان بدي عمم على العالم، طيب يمثل القانون يعني هو النائب العام، طيب يمثل هذا انه بالقانون هذا ما في شيء بهالحاله، هي الطرف الاخر العبد الصالح يمثل المعرفه، يمكن المعرفه تتناقض مع القانون، يعني بتحس قديش في فرق كبير بيناتهم، المعرفه يمكن ان تتناقض مع القانون، هو عرف انه هذا عم بيحجز له سفينته وراح ثقب السفينة، أم موسى احتج ولازم يحتج، ما بيصير ما يحتج لأنه هاي واجبه، هاد هو الاحتجاج واجبه، واجب يعني القانون أن يحتج، ولكن ليس على المعرفة على ما فعله العبد الصالح وما بدا لموسى ظاهرا أنه مخالف للقانون. لا السبب النائب العام ما بياخذ ظاهرة إلا على الظواهر، ما بياخذ غير، ما بياخذ على النوايا، لكان منها قتلت نفسا بغير نفس. هذا السؤال بدي اساله بدي اطرحه، حتى اذا لقي غلاما فقتله وقال قتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا امرا، هذا نتركه الى حلقات قادمه. طيب كما تريد. الان نريد ان نلخص ما قلته عن القضاء والقدر، القضاء حركه واعيه من اثبات بين نفي واثبات، بين نفي واثبات موجود، والموجود هو القدر. نعم. والعلاقه بينهما المعرفه والقدر، والقدر هو الوجود الموضوعي للأشياء والأحداث، ولا تدخل للإنسان فيه على الإطلاق. لا يتدخل بالقضاء، يتدخل بالقضاء إذا عرفه بيتدخل، يعني عندما عرف الإنسان تركيب جسم الإنسان صار يقضي فيه، يعني هلا العمليات نعم. مو كلها قضاء. نعم. انه هون ساوي العملية، هون ساوي له وصفه، هون أعمل له، هون يتمتع بالمعرفة بدون ما ولا تلاحظ، يعني المعرفة هي العدو الأول للأحكام، أحكام الطغاة، يعني الطاغية لأنه أهم شيء بيحجب المعرفة عن الناس، لأن الإنسان يطلب الأشياء حسب معرفته لها، إذا ما بيعرف شيئا لا يطلب شيئا. نعم، شكرا لك دكتور، شكرا، أشكرك. أعزائي المشاهدين، الحلقة انتهت، بقي أن نودعكم على أمل اللقاء بكم، نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.